حياكم الله بكل خير، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من الظهيرة على إخبارية التلفزيون الجزائري. ملفنا الأول نواصل فيه الحديث عن حجم الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الجزائر وتركيا وأفاق توسيعها تزامنا وتواصل زيارة الدولة لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إلى تركيا. نتحدث بعدها عن دور الجمارك الجزائرية في حماية الاقتصاد الوطني. المعهد الوطني التقني لتنمية الزراعة الصحراوية ودوره في تنويع وتجريب المحاصيل، عنوان الملف التالي في الظهيرة، والإطلالات التنموية والاقتصادية والرياضية حاضرة كالعادة في الظهيرة، تفضلوا بالبقاء معنا. بداية الظهيرة اليوم تنموية، نذهب فيها إلى ولاية جانت للحديث عن البرامج السكنية هناك ضمن مختلف السياغ، والتي راعت في تفاصيلها الطابع المعماري لمنطقة التصيلي. من كل التفاصيل نتابعها مع الزميل إبراهيم بالخير رفقة مدير السكني هناك السيد بن عمر بن معيسى. شكرا لكم. فعلا أهمية كبيرة تليها السلطات المركزية دائما للولايات العشرة أو الولايات المنتدبة التي ارتقت إلى ولايات بكامل الصلاحيات، برامج هامة وأغلفة مالية معتبرة استفادت منها ولاية جانت في الآونة الأخيرة للنهوض بهذه الولاية الحدودية. للحديث عن قطاع السكن بهذه الولاية وما سطرته السلطات المحلية وكذا المركزية لهذه الولاية من حظيرة سكنية هامة، يحضر معنا مدير السكن بولاية جانت بن معيزة بن عمر. مرحبا بكم. أكيد دائما في إطار تحديات الدولة للتكفل الأمثل بانشغالة سكان المناطق النائية والحدودية بأقصى جنوب الوطن، قطاع السكن له حصة كبيرة دائما في البرامج والأغلفة المالية دائما من أجل إنجاز حظيرة سكنية هامة والولاية دائما في إطار بداياتها. بسم الله الرحمن الرحيم. تجسيدا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية وتنفيذا لتعليمات السيد معالي وزير السكن والعمران لتجسيد البرامج التي أعدت لصالح ولاية الفتية جانات، وكما تعلمون وتقريبا لكي تقرب الإدارة من المواطن، استفادت ولاية جانات ببرنامج سكني معتبر يقدر ب 2317 لسنة 2021-2022 بجميع السياق، منها 1267 بناء ريفي، وهذه الصيغة استفادت بحصة الأسد كما تعلمون أنها هي الصيغة البريفيري، الصيغة من طرف المفضلة من طرف المواطن الجانتي، والنمط الصحراوي الذي تعرفه المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك استفادت ولايتنا بتجزئات ريفية وتجزئات اجتماعية، تجزئات اجتماعية بسعة 300 قطعة، وتجزئات ريفية بسعة 550 قطعة. وكذلك هناك تجزئة اجتماعية بسعة 200 قطعة هي في إطار الدراسة، لكي يتسنى لنا بدورنا بور انجكتي لزاد اوكتروي بار ليطا في هذه التجزئات الاجتماعية، لكي يكون نمط سكنات مجمعة عوضا عن المبعثر الذي هو لا يعطي نمط مميز للعمران. أكيد، وحرص السلطات دائما المركزية على انطلاقة هذه الولايات، ربما تم تخصيص أكثر من 150 وحدة سكنية لاحتضان المديريات الجديدة وكذلك السكنات الوظيفية للمورد البشري العام. نعم نعم، بالطبع هناك 150 سكن خصص للإدارات للمديريات للمديريات والسكنات الوظيفية، وبالإضافة إلى ذلك هناك مشروع يقدر ب 100 سكن هو في طور الإنجاز خصص للسكن الوظيفي.
وهناك كذلك 550 مسكن مخصص للإراشبي السكنات الهشة. هذا كل برنامج نعتبره مميز بالنسبة لسنة 2022، وفي الانتظار إن شاء الله نشوف احتياجات المواطنين فيما يخص قطاع السكن، وإن شاء الله سندونه لكي نطالب به في السنوات القادمة إن شاء الله ابتداء من 2023 إن شاء الله. ولاحظنا أيضا في السكنات المنجزة ربما حرص مديرية السكن والسلطات المحلية هنا على تهيئة هذه السكنات، خاصة التهيئة الخارجية وربطها بمختلف الشبكات. بالطبع احنا السكن لكي يكون المواطن في راحة تامة لازم السكن يعود مربوط بكل الشبكات. سي بور سولا لا فيابيليزاسيون دو تيتر افون دونتامي لي ليست، لازم تعود مربوطين بجميع الشبكات المختلفة لكي يكون المواطن في ارتياح تامة. وفيه تنسيق تام مع لجان الدائرة دائما لتوزيع هذه السكنات، وهو المرتقب في القريب العاجل ربما؟ إن شاء الله. لا احنا نعطي فيه 286 سكن مبلغة للجان الدائرة، وللجان الدائرة هما في على قدم وساق لاستصدار القائمة لكي تكون إن شاء الله في بمناسبة عيد الاستقلال تكون الفرحة تعم المواطنين إن شاء الله ويستفادوا من سكناتهم. هذه في لوجمون سوسيال، وكذلك إن شاء الله تكون مقررات الاستفادة من البناء الريفي. الظهيرة بمحطاتها أيضا متواصلة معكم مشاهدينا الكرام. ملفنا التالي نستطلع فيه واقع عمل الجمارك الجزائرية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات له أيضا، ودور مكافحة ومراقبة الغش. أرحب معكم مشاهدينا الكرام بالمراقب العام أرزقي هناد، نائب مدير مكافحة الغش من المديرية العامة للجمارك. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم، شكرا، وأحييكم أولا وأحيي جميع متتبعي قناتكم وبخاصة هذا البرنامج. كل الشكر لك. حديثنا عن الجمارك الجزائرية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني نبدأ به، كيف للجمارك الوطنية أن تدعم الاقتصاد الوطني؟ لا شكرا، أولا بودي أن أذكر بصفة عامة للمستمع والمتتبع دور الجمارك بصفة عامة بصفة موجزة. فدور الجمارك يعني كلاسيكيا هو مراقبة يعني التنقلات، تنقل السلع والمسافرين وكذلك وسائل النقل على مستوى الحدود. والهدف من هذه الرقابة هو أولا التحصيل الجبائي لمختلف الرسوم والحقوق الجمركية التي تقع على مختلف السلع بنسب مختلفة، وهذا في هذا الشأن فالجمارك تساهم بقسط كبير في بتحصيلاتها في الخزينة العمومية، حيث تمثل ما يعادل أكثر من 1000 مليار دينار، يعني بنسبة أكثر من 1000 مليار دينار جزائري، وهذا تساهم به في الخزينة العمومية. زيادة على ذلك فالهدف من هذه الرقابة هو التأكد من أن هذه السلع تخضع لمستوفات لكل الشروط القانونية والتنظيمية التي تخضع لها هذه السلع من حيث مطابقتها، من حيث المعايير التقنية، من حيث شرعيتها، ومن حيث كونها قد تكون محظورة أو غير محظورة. هذه التدابير التي تمثل تدابير من أجل حماية المواطن، صحة المواطن، وكذلك أمن المواطن. وزيادة إلى هذا فدور الجمارك يكمن أيضا في
مراقبة كل التراب الوطني في إطار نشاط الفرق الميدانية الموزعة على كامل التراب الوطني، خاصة على الشريط الحدودي والمناطق الحساسة، وهذا من أجل مكافحة كل أشكال التهريب والتجارة غير شرعية لمختلف السلع التي قد تشكل خطر على الاقتصاد أو تمس بالاقتصاد الوطني وحتى بالأمن أو بالصحة المواطن. هذا بشكل عام يعني دور الجمارك بصفة موجزة. هذا عن دور الجمارك، أكيد أنه أيضا قبل ما تكلموا على ربما تفاصيل تخص المراقبة، الغش والتعريف الجمركية، وقبلها فيما يخص التسهيلات المقدمة، مدام تكلموا على عملية المراقبة من الجزائر وإلى خارج الجزائر أيضا من خلال عملية التصدير أو تنقل الأشخاص، مدام تكلموا على السلع نتكلموا على الأشخاص ووسائل النقل أيضا، هناك تسهيلات تقدم في عملية الخروج أيضا مرافقة لعمل المستثمرين. أكيد نتكلم على الطابع اللوجستيكي اللي يحمل هذا المسار ويمنح السلع والمسافرين وأصحابهم الأريحية، ونتكلم أيضا على بعض الإجراءات أكيد الإدارية التي تعمل الجمارك الجزائرية على التسهيلات فيها دائما في المصاف الأولى والخانة الأولى خدمة للاقتصاد الوطني. لا طبعا، من ناحية الدور الجمارك من حيث تدعم الاقتصاد الوطني تقدم للمتعاملين الاقتصاديين سواء المصدرين أو مستوردين بعض التسهيلات، وهذه التسهيلات من أجل التقليص من فترة مكوث السلع على مستوى الموانئ أو نقاط المرور، وهذا يساهم في تقليل كذلك التكلفة التي تقع على عاتق المتعاملين الاقتصاديين ومنه على عاتق المستهلك، لأنه أو ربما التلف التي قد يلحقها ربما أثناء مكوث. نعم بالطبع، وهذا كيفية يعني تقديم العمل على تقديم هذه التسهيلات. أولا في كيفية الرقابة، فهناك منظومة إلكترونية من أجل تقصي المخاطر، فالجمركي أو المصالح الجمارك على مستوى النقاط الحدودية لا يمكن لها أن تراقب كل السلع بتفتيش دقيق، فمن هنا يعني تعتمد على منظومة إعلامية واستعلامية من أجل تقصي المخاطر. جميل. ومن أجل معرفة السلع أو التصاريح التي قد يكون فيها الشك في يعني في عدم مطابقتها للمعايير أو التشريع، نعم، أو الشك في أن يكون فيها الغش جمركي، وهذا حسب بالاعتماد على مختلف المعايير سواء طبيعة السلعة سواء سوابق المتعامل الاقتصادي الذي يتقدم بتصريح سلعه أو كذلك المنشأ هذه السلع. إذن الجمارك تعتمد على كل هذه المعايير من أجل العمل بمنظومة تقصي المخاطر. وهناك إجراء آخر يقدم بعض المتعاملين، أي ما يسمى بالمتعاملين الاقتصادي المعتمدين، فأي متعامل اقتصادي خاصة الذين ينشطون في الإنتاج يمكن التقدم من مصالح الجمارك من أجل تقديم ملف طلب من أجل الحصول على الاعتماد صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد. هذه الصفة تمنح طبعا بعد عملية التدقيق في ملفه وحتى على مراقبة الميدانية في للمصالح الجمارك الميدانية. جميل جدا، مادام تحدثت عن المتعاملين الاقتصاديين أكيد أن خلينا نقول الخبرة وخبرة جهاز الجمارك مع بعض المتعاملين الاقتصاديين من خلال عملية الدخول والخروج للسلع يخليهم أيضا ربما يكتسبوا ثقة فيما بيناتهم، ولا ربما هناك تصنيف لبعض المتعاملين عن متعاملين آخرين. هذه نعم، أولا الجمركي له هذه التجربة، لما تحدث الجمركي نتحدث على المصلحة أو إدارة الجمارك بصفة عامة عن طريق كل المعلومات التي لديها من حيث السوابق كما ذكرت، من حيث طبيعة السلع التي تستورد من حيث منشأها إلى آخره، وحسب تتبعها لتطور بعض أعمال الغش والكيفيات التي يلجأ إليها بعض المتعاملين الذين يقعون في هذه الأعمال الغش. إذن بالاعتماد على كل هذه المعايير يتم تقصي المخاطر، لكن هذه الصفة أي الثقة بين المتعامل والشراكة بين المتعامل الاقتصادي من جهة والمصالح الجمركية يتم تكريسها عن طريق منح هذه الصفة أي صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، وهذا كما سلفت
لا تمنح لأي متعامل اقتصادي كان فعلا. تمنح بالأولوية أولا للمتعاملين الاقتصاديين الذين يشتغلون في ينشطون في الإنتاج، وكذلك الذي الجادين الذين أثبتوا ربما مطابقتهم للمعايير خلال فترة زمنية معينة. نعم، وكذلك بعد يعني باسم بلانكيت بعد إجراء التحقيق من طرف المصالح الميدانية حول هذا المتعامل الذي يطلب هذه الصفة. تكلمتني منذ قليل على المنظومة، منظومة العمل الرقمية اللي أكيد أنها تساعد جهاز الأمن، أكيد أن الأمر بعد تطويره شيئا فشيئا سيضفي أيضا مرورة أكثر، سلاسة أكثر، وضبط أكثر في هذه التعاملات الدخول. بالعودة إلى العمليات التجارية المطابقة أو غير المطابقة، لما نتكلموا على الغش نتكلموا أيضا ربما على تصنيفات من خلال التعريفة الجمركية لبعض السلع، لبعض ربما المواد، يخلي أكيد أنه العمل هذا منظم وفق التشريع وتنظيم مسطر من خلال التعريفة الجمركية. نعم، يعني من تقنية تصنيف السلع أولا لتصنيفها من حيث التعريفة الجمركية، وكذلك لمعرفة النسب الحقوق والرسوم الجمركية التي تقع على جميل. كل سلع مختلف السلع حسب تصنيفها. وهنا يكون بعض الخطورة، أي بعض الخطورة في أن يستعمل بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين يريدون الغش في تصاريح كاذبة، التلاعب بتصاريح الكاذبة في التلاعب بين التصنيفات المتقاربة من أجل التملص عن الحقوق الجمركية أو لأجل الاستفادة في بعض الأحيان من نسب جبائية أصغر من النسب الجبائية القانونية. ولكن بفضل كما أسلفت بفضل هذه المنظومة يعني الإعلامية والاستعلامية لتقصي المخاطر، وبفضل كذلك خبرة مصالح الجمارك في الميدان، يعني مصالحنا تقوم بمعاينة كل هذه التلاعبات وتقوم بمعاينتها، وكذلك يعني تعاقبها بمحاضر وملفات يعني مضبوطة يمكن تروح للعدالة فيما بعد. نعم. قبل ذلك، قبل مفصل في مسألة التصاريح الكاذبة، ومدام تكلمنا على عملية الضبط والتعريفة الجمركية، هل الأمر يعني مضبوط 100% أو أن سلطة التقدير في بعض ربما في بعض الأصناف في بعض السلع يبقى أيضا على مسؤولية وعاتق جهاز الجمارك؟ لا، ليست هناك السلطة تقديرية، يعني في بعض ربما المواد غير مدرجة ربما. لا، في الحقيقة كل هذه العملية يعني مضبوطة بتعاليم من السلطات المركزية. في حالة وقوع حتى المصالح الميدانية في الشك حول سلع معينة تتم المراسلات. نعم، المراسلات من أجل طلب توجيهات من المصالح المركزية. بالعودة إلى التصاريح الكاذبة الآن، كإجراء تسهيلي ربما عندي قبل وتفاديا للأوراق والذهاب من وإلى إدارة الجمارك، ربما هناك تصاريح يقوم بها المتعامل الاقتصادي أو من ينوب عنه في العملية من خلال تصريح جمركي كما قلنا منذ قليل، يمكن أن يحمل في طياته أشياء محظورة أو تلاعب، خلينا نسميه يمكن يكون بقصد أو ربما بغير قصد أيضا. إذن المسؤولية في الخطأ هنا تقع على عاتقه 100%، وبعد ذلك ربما مصالح الجمارك تتجه إلى تفاصيل أخرى اللي هي أستاذ. لا، في الحقيقة بمجرد أنه المتعامل الاقتصادي أو المصرح اللي يتكفل بعملية التصريح، الكوميسيون لوندوان بالفرنسية، يقوم بعملية التصريح بعدما يعني يقوم بالفاليداسيون تاع التصريح تاعه في الجمارك، من هنا في هذه اللحظة تبدأ المسؤولية المصرح. ففي حالة معاينة أي مخالفة للقانون من حيث التعريفة أو من حيث القيمة المصرح بها أو من حيث المنشأ، فهنا تقوم مخالفة جمركية، تقوم المصلحة بمعاينتها، والردع أو العقوبة تكون متفاوتة حسب خطورة هذه حسب الخطورة. نعم، حسب الخطورة، ليست فقط الخطورة، يعني حسب مثلا
كونها ربما قيمة التملص الحقوقي كبيرة. نعم من الحقوق الجمركية أو ليس هناك تملص، ربما هناك خطأ فقط في الجلد فهنا تقع غرامة لكن بسيطة بالنسبة للتعاملات الأخرى. قد تكون السلعة محظورة، قد يكون التلاعب في التعريف الجمركية من أجل التملص أو الإفلات من الرقابة التي الرقابة ربما عدم إدراج الملف التصريحات ببعض المحظورات إلى آخره، ربما عدم إدراج بعض الوثائق المهمة التي ربما لم ينتبه لها المتعاملين، والتلاعب في هذه المسائل باستعمال المزور كذلك هذا فضاء آخر جريمة أخطر من والعدالة هنا تأخذ مجراها. نعم والأمر يروح للجهات القضائية. نعم طيب نتكلم على حالات ربما يكون فيها المسار متجه نحو القضاء من خلال منازعات بين المتعاملين والجمارك، ثم ربما المتعامل الاقتصادي هذا يحاول ربما أن يجد حلا بعيدا عن العدالة بالرجوع دائما إلى الجمارك في حلول أخرى بإمكانه ربما أن تسمى أو تسوى العملية الاقتصادية هذه. نعم زيادة إلى اللجوء إلى الجهات القضائية، نعم لديه فرصة أن يطلب من المصالح الجمركية مصالح الجمارك المصالحة الجمركية لتفادي اللجوء إلى الجهات القضائية. وكذلك يعني المستفيد هو من جهة الخزينة العمومية والجمارك وكذلك حتى المتعامل المخطئ كي لا يتعطل ولا تتلف السلعة، أولا لا يتعطل وكذلك بالنسبة للجمارك والخزينة العمومية يعني تسمح هذه الطريقة من تحصيل هذه الغرامات في أسرع وقت ممكن. حديثنا أيضا ربما مدام تكلموا على هذه العملية اللي ربما أكيد أنكم تعرفوا تفاصيلها ولكن معقدة في تفاصيلها التقنية من خلال عملية التنسيق بينكم وبين عبديد المتدخلين في هذه العملية، مثلا في محيط الميناء لما تكلموا على سلعة نتكلموا على شركات ربما تقوم بحجز أماكن داخل الميناء، الرفع ربما من وإلى رصيف الميناء فالشاحنات، ربما هنا تنسيقكم مع عديد القطاعات ربما حتى القطاعات أو بعض الأجهزة الأمنية فيما يخص دخول وخروج بعض الأشخاص، أكيد أنه هذا التنسيق يعطي أيضا أريحية ومتانة لعملية مراقبة الأشخاص والسلع والمركبات. لا طبعا هي عملية تسهيل على مستوى الموانئ أو النقاط العبور في الحقيقة ليست بمجرد يعني إجراءات جمركية محضة، لكن يعني هذا التسهيل كل إجراءات كل المتدخلين، لأن لازم نعرف نذكر أنه على مستوى الموانئ ليست الجمارك الوحيدة التي تتدخل بل هناك سلسلة لوجستية. جميل جدا. لوجستية فبالطبع كما ذكرتم يجب التنسيق بين كل هذه أولا تقديم تسهيلات كل على مستواه وكذلك التنسيق، وهذا ما نعمل عليه في الحقيقة في إطار المنظومة الإعلامية التي ستوضع حيز التنفيذ ربما في المستقبل، وهو الربط ربما هذه الأجهزة. نعم أولا بشكل رقمي الربط بين الأجهزة الإعلامية الاستعلامية لهذه مصالح التدخلين وكذلك وضع حيز التنفيذ ما يسمى بالشباك الموحد أي الجيش. جميل جدا جميل جدا يختصر كثير من الإجراءات وكذلك يقلص جميل جدا من مدة يعني معالجة الملفات اللي سميناها ملفات المدة التي تقضيها الحاويات في الموانئ. الحديث عن عمل إذن الجمارك مدام على عملية مراقبة ونتمنى ربما أن تفهم كلمة يعني عملية المراقبة ربما ما هيش شطب ما هيش انتقاص وإنما عملية مراقبة لفائدة الاقتصاد الوطني، مدام نتكلموا على أشياء يمكنها أن تضر صحة المواطن يمكنها أن تضر البيئة وقبل ذلك تضر أيضا الاقتصاد الوطني. نعم بالطبع المراقبة لا تقوم ليس لإرادة المقصود منها المقصود منها أي كيفاش نقولوا الردع أو الردع فقط النقاص ربما والانتقاص. نعم فهي من مهامها القانونية مهام الجمارك القانونية، والهدف كما أسلفت في أول مداخلتي الهدف الكلاسيكي هو التحصيل على الحقوق الجمركية والحقوق الجمركية إلى زيادة إلى الحقوق الأخرى وكذلك حماية الاقتصاد الوطني من حيث الرسوم التي قد تقع على بعض المنتوجات التي قد تصنع في يعني محليا
وكذلك الرقابة على الجودة، أو ليس مراقبة على الجودة، العمل على التأكد من أن كل هذه السلع خضعت ومطابقة لكل تدابير يعني التنظيمية والشرعية. الحديث عن عمل أجهزة الرقابية للجمارك الجزائرية حديث ربما ماهوش فقط عن المكاتب الرسمية الموجودة في المداخل الجوية أو البحرية أو البرية، هو أيضا حديث عن فرق متنقلة داخل كل ربوع الجزائر، دائما ربما في عمليات ميدانية تخص ربما مطابقة المعايير، تخص الكميات التجارية المحصل عليها، الفواتير، أيضا أشياء أخرى تدخل في عملية الرقابة. نعم طبعا، يعني تدخل مصالح الجمارك لا ينحصر فقط على مستوى نقاط الدخول الرسمية، الموانئ والمطارات والمعابر البرية، بل يتعدى ذلك عن طريق تدخلات الفرق الميدانية التي تنشط على كامل التراب الوطني كما أسلفت، خاصة على الشريط الحدودي، الشريط الحدودي في المناطق الحساسة والمسالك الحساسة، والهدف منه هو الردع كل عمليات أو محاولات التهريب والمتاجرة غير شرعية للمتاجرة بمختلف السلع. والمعادلة هنا الخطورة في التهريب هو أنه خاصة عندما ندقق مع نوعية السلع التي تعرض للتهريب، فالسلع التي تهرب إلى الخارج هي تقريبا كلها سلع مدعمة تلبي الحاجيات الأساسية، وهذا التفاصيل اللي لازم ربما نفهموها. نعم جيدا. نعم، هي غالبها مواد مدعمة تلبي الحاجات الأساسية للمواطن للساكنة. نعم، موجهة للمواطنين الجزائريين. نعم، فعوض أن يستفيد المواطن الجزائري من هذا الدعم الخزينة العمومية يستفيد منه بفعل التهريب المواطن الأجنبي، فهذا يعتبر استنزاف للثروات الوطنية. وبالمقابل فإن السلع المستوردة غالبا عن طريق التهريب كلها سلع تمس بالأمن والصحة المواطن، بما فيها المخدرات، بعض أنواع الأسلحة التي قد تعرض للتهريب، الألعاب النارية، المخدرات بشتى أنواعها إلى آخره. إذن المعادلة هنا نرى أنها استنزاف من جهة للثروات الوطنية، وكذلك مساس بالأمن والصحة المواطن من جهة أخرى. لما ربما سيدي نفهم هذا المعادلة، نفهم تتكلف مبالغ باهظة في هذه المواد المدعمة، وللأسف الجهة الأخرى من المعادلة أننا نستورد السموم، مش استيراد يعني، هو تهريب للسموم للمواطنين. ربما هنا لازم نفهم فعلا هذا الثنائية، ثنائية الحفاظ على المواطن، صحة المواطن، والاقتصاد الوطني. دائما حديثنا عن عملية المراقبة، حديث عن التحويلات الغير شرعية للأموال اللي هي أيضا واحدة من ركائز عمل الجمارك الجزائري. لا طبعا، وهذا قبل التطرق لهذه أريد فقط أن أذكر أن عملية التهريب هذه المواد الخطيرة خاصة يعني في بعض الأحيان تكون، وهذا ثابت أنها في بعض الأحيان شبكة التهريب لها ارتباط مع شبكات الجريمة المنظمة وحتى مربوط ببعضها، إذن وهي مرتبطة في بعض الأحيان بتموين الإرهاب أو الجريمة، وكذلك هذا بعد آخر فعلا. نعم، بعد آخر هو أخطر، يمس بالأمن الوطني وأمن المواطن، وكذلك جريمة أخرى وهي تبييض الأموال، وكلا الجريمتين مرتبطتين بعضهم البعض. نعم، بارك الله فيك على هذا التفسير، شكرا جزيلا. ارتباط بينهما وثيق بينهما. الحديث ربما لما نقول هذه المواد المحظورة، هذه الحبوب المهلوسة، يعني يكفي أن نفهم أنها ما دخلتش بإطار شرعي يعني رسمي مستورد، ولكن تهريبها من الجهات البرية وغير البرية وارد في عملية التهريب، واللي تعمل الجمارك كما قلنا على مكافحتها دائما في مكافحة الغش بأنواعه. تكلمت لك على التحويلات غير شرعية للأموال. نعم، ففي الحقيقة المتعامل الاقتصادي أو المتعامل الذي يقوم بالغش من أجل التحويل يكون بطريقتين، يا إما تحويل الأموال عن طريق المسافرين إلى الخارج، أموال غير مصرح بها، أو بطريقة أخرى وهي الأكثر يعني التي تؤدي لتحويل المبالغ أكثر، وهي عن طريق الغش في التعاملات الاقتصادية أو التجارية، خاصة لما يتعلق الأمر بالاستيراد، عن طريق تضخيم الفواتير والقيم المصرح بها. وهذا
من أجل الهدف هو القيام بتحويل مبالغ بالعملة الصعبة أكثر من قيمة البضاعة، وهذه كذلك تعتبر عملية استنزاف للثروات الوطنية من فيما يخص استنزاف هذه الثروة اللي هي العملة الصعبة. فمصالح الجمارك عندما تكون تراودها شكوك حول صحة القيمة تقوم بتدقيق وحتى يصل الأمر في بعض الأحيان إلى التدقيق مع المصالح الجمركية للبلد المصدر من أجل التحقق من صحة الفواتر وصحة القيم المصرح بها. وكذلك هناك طريقة أخرى للتدخل التدخل عن طريق المراقبة اللاحقة، يعني حتى بعد رفع المتعامل الاقتصادي لسلعه يمكن لمصالح الجمارك قانون أن تقوم بعملية الرقابة اللاحقة على مستوى المصانع، على مستوى المنشآت المتعامل الاقتصادي من أجل النظر في كل سجلاته وكل وثائقه من أجل التحقق من هذه. وحقيقة أدت هذه الرقابة اللاحقة إلى معاينة الكثير من المخالفات المتعلقة بمحاولة تحويل العملة الصعبة إلى الخارج عن طريق تضخيم الفواتر. على سبيل المثال في سنة 2021 تمت معاينة أكثر من 1100 مخالفة مرتبطة 1100 مخالفة؟ نعم 1190 مخالفة مرتبطة بالتحويل، محاولة التحويل إلى الخارج. ويعني جسم الجريمة هو أكثر من 83 مليون أورو وأكثر من 40 مليون دولار حسب يعني تقديرات الإحصائيات الرسمية. نعم. الحديث ربما نعود به إلى بعض الانشغالات اللي ربما نحاول نستقرأ ذهن المواطن فيها مدام وجودك معنا نستغله فيه، عملية الحجز لبعض المواد غير المطابقة. أكيد أنه المطابقة ربما للتشريع ولكن مطابقتها للصحة وهذا أمر مفصول فيه، توجه إلى عمليات بيع بالمزادي العلني. أقول أكيد أنه قبل ربما ما تبعث للمزاد العلني لأجهزة أخرى ربما توكل لها الملف التفصيلي في بيعه وأيضا قيمة تقديره لعائدات الخزينة الوطنية. أجهزتكم ربما قبل ذلك تقوم بترتيبات إدارية فيما يخص هذه المواد المحجوزة. نعم بالطبع، فهي تقع على عاتق قابض الجمارك المسؤول الذي هو مسؤول على السلعة، فيقوم بترتيبات هناك لجان محلية من أجل تقييم هذه السلع بمختلف أنواعها. نعم ليس لا يقوم بتقييمها فرد واحد، بينما لجنة مجموعة لجنة محلية وجهوية حسب الضوابط إدارية منضبطة من أجل تقييم هذه مختلف هذه السلع قبل عرضها للمزاد العلني. وهناك بعض السلع التي لا تقبل غير قابلة للبيع للمزاد العلني يتم إتلافها مثل بعض المواد المحضرة، المواد المغشوشة، المواد المقلدة مثل المخدرات المرقعات إلى آخره، حتى بعض الأجهزة المقلدة اللي يكون ربما فيها خطر على استعمالها على المواطن أكيد أنها لا تبعث إلى السوق مجددا بأي صيغة كانت. نعم لأنه بطبيعتها فهي سلعة محضرة حظرا مطلقا. وأصلا عملكم أنتم عمل نعم فيما يخص هذه السلع المقلدة ومكافحتها. نعم فيما يخص التقليد مثلا هناك مادة في قانون جمارك الذي يصنفها على أنها مادة 22 إلى آخره، تصنف هذه المواد المقلدة التي تمس بالملكية الفكرية والمقلدة على أنها سلع محظورة فهي لا غير قابلة للتداول أصلا. خلينا نتكلم ربما على بعض الانشغالات الأخرى اللي تهم بعض الحالات الخاصة لبعض المتعاملين أو بعض الأفراد أيضا لما يتعلق ربما الأمر بنزاع، خلينا نسميه نزاع بينكم وبين هذا الطرف فيما يخص حالة معينة، وسيلة نقل سلعة، شيء ربما كان في تقديركم أنه غير مطابق للمواصفات والتشريع المعمول به بعد ربما توجيه الأمر للعدالة. هل أن الأمر بالنسبة للجمارك الجزائرية طوية أو أن مسألة ربما المتابعة حفظا لبعض الحقوق، ربما مسألة ربما أن صاحب السلعة هذه ربما في بعض الأحيان يكون ربما عنده الحق
في جانب من جوانب، والأمر ذهب إلى العدالة ربما يستغرق وقتا طويلا لمعالجة هذا الملف بعينه. يعني ما دام أن القضية وجهت إلى المصالح العدالة فهي من أدرى في الفصل. نعم أكيد. فهي من يفصل في القضية فهنا يتعدى يعني صلاحيات مصالح الجمارك. لكن المتعامل من أجل مواصلة نشاطه عنده لديه حلول، مثلا المصالحة الجمركية. المصالحة الجمركية أولا قبل الفصل النهائي في بعض الحالات. إذن القانون الجمركي يمنح للمتعامل هذه الفرصة لإجراء مصالحة الجمركية من أجل عدم تعطيله، ويستفيد من ناحية المبلغ الذي سيدفعه، لأن دائما في كل حالات المبلغ الذي سيدفع في غالب الأحيان عن طريق المصالحة أقل من المبلغ الذي قد يدفعه من ناحية الغرامات إذا فصلت العدالة فيه. إذن المستفيد هو المتعامل وكذلك الجمارك وحتى الخزينة العمومية، وكذلك بإمكانه أن يضع مبلغ هذه الرسوم أي مبلغ الغرامات، يضع هذا المبلغ بصفة تحفظية عند القابض الجمارك ليس بصفة نهائية ريثما تفصل فيه الجهات القضائية. فإذا ما فصلت الجهات القضية لصالح المتعامل فيمكن له استرداد هذا المبلغ من عند القابض الجمارك. أكيد أنه لما نتكلم على هذا العمل التقني اللي عنده كثير من التفاصيل، نتكلم أيضا على التكوين، وأكيد أنه ثقتنا في التكوين، إطاراتنا في الجمارك والكفاءات فيها أيضا مشهودة من خلال مراحل التكوين وأيضا دورات التدريب اللي تقوم بها الجمارك الجزائرية. مجددا أعود إليك ربما للسؤال على أرقام اللي تخص محاربة الغش، مدام رانا نتكلموا على محاربة الغش والتهريب بكل أنواعه، الأرقام الخاصة ربما بقيمة تقديرية من حيث المالي، حتى ربما مع المشاهدين نقف جميعا عند العمل الكبير اللي يقوم به جهاز الجمارك. في الحقيقة سنويا تقوم مصالح الجمارك على مختلف نقاط العبور وكذلك على مستوى التراب الوطني، كل المصالح تقوم بمعاينة آلاف من المخالفات الجمركية، في بعض السنوات تصل إلى أكثر من 25 إلى 30 ألف مخالفة، ولو أنها تناقصت هذه السنوات الأخيرة بفعل التدابير وكذلك تقلص العمل التجاري على مستوى الوطني وحتى على مستوى الدولي بسبب الجائحة كورونا. لكن المصالح الجمركية حتى في هذه الأونة الأخيرة سجلت آلاف من هذه المختلف المخالفات الجمركية، في على سبيل المثال 2020 سجلت أكثر من 15 ألف مخالفة جمركية أسفرت على غرامة مالية تفوق 43 مليار دينار جزائري. وفيما يخص التهريب في 2021 سجلت مصالح الفرق الميدانية المختلفة حوالي 1280 مخالفة جمركية مرتبطة بالتهريب، وقامت بحجز سلع ما قيمته أكثر من 3 ملايير دينار جزائري، وكما أسفرت على غرامة مالية تفوق 26 مليار دينار جزائري. هذه يعني حاصلة بصفة موجزة للنشاط الميداني لمصالحنا. إذن حديثنا يقترب من نهاية يا سيد رزقي نائب مدير مكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك، إذن حديثنا الآن بهذا التفصيل هو حديث عن دور إذن بارز للجمارك الجزائرية في دعم الاقتصادي الوطني. أكيد أنه ربما أيضا مسألة التشريع والتفصيل في بعض الأمور كما يعني في العالم أجمع تنتظر التحيين، تنتظر ربما التدقيق، أكيد كي دائما نتكلم على سهولة أكثر، أريحية أكثر لعملية الجمارك وأيضا للمتعاملين الاقتصاديين، مدام نتكلموا على سيرورة وحركية اقتصادية متناوية أقول متنامية في بلادنا من خلال أيضا التعاملات الفردية للمتعاملين الاقتصاديين وأيضا التعاملات الثنائية الاقتصادية بين المتعاملين الاقتصاديين الأجانب والجزائريين. بالطبع في عملية التحيين ضرورية هي دائمة ومستمرة،
على غرار أظن كل مصالح الدولة، فمصالح الجمارك بمناسبة كل السنة كل يعني الوات فينانس كل القانون المالي لكل سنة تقريبا هناك اقتراحات من تعديل أو تحيين بعض المواد الجمركية وبعض التدابير الجمركية أو إضافة تدابير لم توجد أصلا. أولا الهدف هو الحماية أكثر لتأدية أفضل أولا لمهامها، والحماية أفضل والأكثر للاقتصاد الوطني والمصالح الوطنية من حيث التحصيل الجمركي والمراقبة السلع على مستوى نقاط العبور، وكذلك تقديم تسهيلات أكثر دائما للمتعامل الاقتصادي لكي لا يكون نشاط أو تدخل الجمركي لا يكون عائق يعرقل النشاط الاقتصادي، بل يكون عامل من أجل تدعيم هذا النشاط الاقتصادي. وأكيد لن نختلف أيضا أنه أيضا تعميم قطاع الرقمنة مش فقط على الجمارك، على كل المصالح، على كل الهيئات، سيمنح أيضا أريحية أفضل وأفضل بكثير لكل المصالح بما فيها الجمارك الجزائري. لا طبعا الرقمنة تساهم في توفير المعلومة بصفة محينة وآنية، هذا ما يسمح للجمركي والتنسيق سلس بين المصالح والهيئات والأجهزة، هذا يسمح للجمركي أن يلم بكل المعلومات المرتبطة بالتعاملات التجارية، المعلومات أكثر كذلك من أجل العمل أكثر بعملية تقصي المخاطر من أجل المراقبة الأنجع للسلع، والمبدأ هو التقليل من الرقابة لكن الرقابة تكون أفضل، هذا هو الهدف. يعني كل الشكر لك المراقب العام أرزقي هناد نائب مدير مكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك، تحدثنا بتفصيل كبير عن دور الجمارك الجزائرية في دعم الاقتصاد الوطني في حماية الاقتصاد من خلال عملية المراقبة التي تقوم بها لمكافحة الغش، تحدثنا أيضا التعريفة الجمركية وتصنيف السلع وكثير من التفاصيل التي تهم عمل المراقبة في الجمارك الجزائرية. كل الشكر لك المراقب العام أرزقي هناد نائب مدير مكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك. متواصلون دائما معكم وتتواصل دائما إطلالاتنا أيضا التنموية. نذهب إلى الجنوب الغربي إلى ولاية تندوف للإطلاع معا على واقع وأفاق تطوير المشهد الفلاحي هناك من خلال دعم المستثمرات الفلاحية الخضر الموسمية والفلاحين الصغار وجهود مساعدتهم في هذه الإطلالة للزميل عمار طواكين. كبيرة تبذلها مديرية المصالح الفلاحية بتندوف لمرافقة الفلاحين الصغار بالمستثمرات الفلاحية من خلال تقديم جل المعدات والعتاد الفلاحية بغية ترقية أدائهم وخلق نشاط فلاحي يرقى لتغطية احتياجات السوق المحلية. تجسيدا لورقة الطريق الخاصة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وضمن العملية الممولة ضمن الصندوق الوطني للتنمية الريفية، تم اليوم انتهاء من عملية توزيع شتلات النخيل بما فيه الساقي بالتقطير. هذه العملية تمت على مرحلتين، واليوم رانا في صدد الانتهاء من هذه العملية، حيث استهدفت هذه العملية حوالي 45 فلاح في شبكة الساقي بالتقطير و 46 فلاح و 31 فلاح في إطار دعم شعبة النخيل. جملة الإرشادات والمرافقة التي تقدمها جل الفرق التقنية للمستثمرين الفلاحين بما فيها استفادتهم من الدعم الفلاحي كلها إجراءات لقت استحسان الفلاحين المستفيدين منها. جالس مديرة الفلاحة ذاك تسمعته شافت أشخاص وسجلته ذاك تسمعته، واليوم راهم يعطوهن عمار طعني ياسر من الخيرات طعني قوتو قوتو طعني ياسر من مساعدات الدعم هذا اللي يعطونا ذلك قوتو قوتو كثر خيرهم الدولة وكثر رئيس الجمهورية ملي هذه معاملة اللي معاونونا مليحة بها. زمان كنا نستعملوا بسطل والبومبا وذي الشيات وذلك راهم الحمد لله عاونونا بذيقة قوت قوت يعاونونا في النخلة وعاونونا في الفلاحة وذي سوى بيوت بلاستيكية ثاني مولي فلاح من واد الزاز إن شاء الله. جينا هون عند الفلاحة مدونا بعض النخيل جزاهم الله عنا خير، فيه نوعين تين ناصر وفيه الحميرة، والله يكثر خير الدولة إن شاء الله، ونتمنى وإحنا مولي إن شاء الله النجاح ونطلبوا منهم الدعم يزيدوا يدعمونا منطقة الحمد لله رانا لباس ولو منطقة صحراوية ونائية، إن شاء الله إحنا إن شاء الله علينا العمل وهم إن شاء الله عليهم بالدعم جزاهم الله عنا خير. هي جملة من العمليات التي سطرتها المصالح المالية بغية تشجيع المستثمرين الفلاحين للرقي بالاستثمار الفلاحي بالولايات الحدودية.
لتفصيل أكثر أجرى الزميل عمار طواقين الحوار التالي رفقة رئيس مصلحة التهيئة الريفية والاستثمار بمديرية المصالح الفلاحية لولاية تندوف. بالفعل جهود كبيرة تلك التي تسطرها مديرية المصالح الفلاحية بولاية تندوف من أجل مرافقة ودعم المستثمر الفلاح الصغير، خاصة تلك أولئك الذين ينشطون عبر المحيطات الفلاحية المحصاة. أيضا هناك عديد العمليات المسجلة من أجل تشجيعهم لغزو السوق المحلية للخضار، وهو ما بدأ المواطن مؤخرا يلمسه من خلال دخول المنتوج المحلي للفلاحين إلى الأسواق المتواجدة بتراب الولاية. هذا جاء بعد عديد العمليات التي سطرتها مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع الشركاء من أجل رفع المنتوج المحلي للفلاح بتندوف. ولمزيد المعلومات أستضيف معي على الهواء مباشرة السيد الفقير محمد رئيس مصلحة التهيئة الريفية والاستثمار بمديرية المصالح الفلاحية ليطلع على ما هو جديد العمليات المسجلة لدى مصالحكم. شكرا للسيد توقين عمر. إذن في إطار تجسيد ورقة التاريخ الخاصة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وتبعا للعملية الممولة عبر الصندوق الوطني للتنمية الريفية، رانا اليوم في صدد المرحلة الثانية من توزيع شتلات النخيل بما فيه شبكة السقي بالتقطير لفائدة صغار المستغلين فلاحيين. دونك هذه العملية جاءت باش تمس هذه الشريحة من الفلاحين وتأطرها يعني منشور وزاري خاص لكيفية دفع الإعانات والاستفادة من هذا النوع من الدعم. كيف شفت تجاوب الفلاح مع العملية الأولى والثانية؟ هل هناك يعني تحفيز لدى الفلاحين من أجل استباق أكبر عدد من الفلاحين يستفاد من هذه العملية؟ دونك حنا كما أشرت أنه هذه العملية أطرها منشور وزاري خاص، دونك حنا على مستوى ولاية تندوف حصينا كل فلاحين اللي توفر فيهم شروط وقمنا بما يلزم في هذا الإطار. دونك الفلاح استحسنوا هذه العملية، وفيه على غير هذه العملية كان عملية أخرى إن شاء الله نطالب بها من طرف الوزارة الوصية، وفي حال توفر أي إعانات ولا كذا راح توجه يعني لمستحقيها إن شاء الله. فيما يخص أيضا ربما بعض الفلاحين كانوا يطرحون مشكل ربط بالكهرباء الريفية، أين وصلت العملية؟ إذا في إطار البرنامج الكهرباء الفلاحية وتجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية في هذا الإطار وبمعية شركاء تاعنا اللي هم صنع الغاز، قمنا ببرنامج استهدف حوالي 162 مستثمرة. المشروع هذا راه في مراحل الاخيره واستلمنا الى حد الان ودنا الميزون سيرفيس تاع 106 فلاح في انتظار ما تبقى، راه اونكور دو رياليزاسيون ان شاء الله في عن قريب سيتم ربط ما تبقى من المستثمرات. فيما يخص شق اخر ربما هو يتعلق بالمربيين، مربي الابل ومربي الماعز، هناك بعض العمليات التي سجلت لمناطق الظل وبالامكان اعلامنا بها، اين وصلت هذه العمليه؟ اذا دائما في اطار نفس الصندوق اللي هو الصندوق الوطني للتنمية الريفية، العملية هذه مست كذلك شريحة المربين الصغار وين خصصنا يعني وحدات لتربية الماعز، وحدات صغيرة استهدفنا من خلالها حوالي 300 مستفيد. كذلك على غير العملية كانت عمليات مسبقة في 2019 برنامج 2019 و2020 وارتئينا في 2020 أن تكون يعني الشريحة الموجهة لهذا النوع من الدعم للمرأة الريفية، وهذا تثمين لها والمجهودات نتاعها اللي راهي تقوم فيها على مستوى مراعي ولاية تندوف. فيما يخص بعد منحكم هؤلاء هذا الدعم للفلاحين الصغار، هل هناك يعني فرق تقنية تتنقل إلى محيطات الفلاحية من أجل تقديم نصائح ربما وإرشادات على الأقل الحفاظ على هذه الثروة؟ إذن كان نفس الشيء بالنسبة للمرافقة التقنية وفي إطار البرنامج الخاص اللي سطرته مديرية المصالح الفلاحية في هذا الشأن، وين سخرنا فرق تقنية خاصة اللي تتبع إنجاز هذه المشاريع وتسهر على يعني مرافقة سواء الفلاح والمربي في يعني استلام هذا الدعم وكيفية يعني الغرس إلى غير ذلك، يعني كانت هناك مرافقة تقنية في هذا الإطار. ربما نجد بعض الفلاحين النشطين حقيقة خارج القطاع أو العقار الفلاحي، أين وصلت عملية تطهير العقار الفلاحي خاصة أولئك الفلاحين النشطين الذين لا يحملون لعقود على مستوى بعض الأراضي اللي استغلوها؟ إذا في إطار يعني تطهير العقار الفلاحي وتطبيقا لتعليمات السيد ولي ولاية تندوف في هذا الإطار، قامت مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع الشركاء بما فيه الدائرة والبلدية، ونسخرنا فرق مشتركة حاليا راهي تعمل في الميدان لإحصاء هؤلاء المربين المنتجين بطبيعة الحال، ليتسنى بعد ذلك إن شاء الله تسوية الوضعية ويعني منحهم عقود الخاصة به. شكرا سيدي. نعم هي جهود جبارة تلك التي تقوم بها مديرية المصالح الفلاحية من أجل تشجيع المستثمر الفلاح الصغير وأيضا من أجل فرض المنتوج المحلي في سوق الخضر والفواكه هنا بتندوف.
كل شكر لك زميلنا عمار طوقين ولضيفك أيضا من المصالح الفلاحية. أكيد أن الحديث عن دعم كل الجهود فيما يخص القطاع الفلاحي في بلادنا مهم، وبالجنوب أيضا على وجه التحديد، نظرا طبعا إلى الإنتاج الوفير الذي أصبحت المناطق الجنوبية توفره. نتكلم عن نماذج الوادي وبسكرة وأيضا تندوف من خلال الزراعات الموسمية والاستراتيجية أيضا، مدام تكلمنا أيضا في الظهيرة خلال أيام عن موسم الحصاد الكبير الذي بدأ بالجنوب الغربي. كل شكر لك زميلنا عمار أطواقين ولضيفك الكريم. الظاهرة متواصلة معكم مشاهدين بمحطاتها، طائفة من الأخبار الاقتصادية تلقاكم فيها بعد الفاصل. الزميلة صالحة محمدي. من الجزائرية الإخبارية الموعد الاقتصادي، السلام عليكم. المستهل بالتعاون الجزائري التركي في المجال الاقتصادي، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 5 ملايير دولار، كما يطمح المتعاملون الاقتصاديون لكلا البلدين إلى تعزيز الشراكة وإبرام اتفاقيات، لا سيما في قطاع البناء والأشغال العمومية. تفاصيل أكثر في الموضوع مع آية دحو. شرف الدين دندار صاحب شركة تركية متخصصة في صناعة الرافعات، يعمل هنا بالجزائر منذ سنوات، وهو يطمح إلى تعزيز شركته لتحسن مناخ الاستثمار في الجزائر. لو لم تكن ظروف العمل سهلة هنا بالجزائر لما أتيت. نريد الاستثمار أكثر فأكثر وتوسيع عملنا مع الوقت. الطلب كتر هنا في الجزائر، حرانا نديرو في البروجي باش نوليو اللي ترفد سكون ابل لا مانيتونسيون لو تخوي باش يولي يتخدم في الجزائر 100%. ولان قطاع الاعمار والبناء في الجزائر يعرف قفزه نوعيه، اختارت شركه ميكا لصناعه الخرسانات الجزائر من بين افضل شركائها. ميكا الجزائر شركتنا. نحن هنا بالجزائر منذ سنه 2005. شاركنا في أهم مشاريع الطرق والبناء، وهذا بالشراكة طبعا مع المهندسين الجزائريين، وأملنا كبير لتوسيع استثماراتنا أكثر مستقبلا. بلغ حجم المبادلة بين الجزائر وتركيا حوالي 5 ملايير دولار، رقم مرشح للارتفاع بعد صدور قانون الاستثمار الجديد. أعرب العديد من المتقاعدين عن ارتياحهم لقرار رئيس الجمهورية الأخير القاضي بزيادة في معاشاتهم والعينة من العاصمة، مع كريمة الشمط. دعما للقدرة الشرائية لفئة المتقاعدين، وبقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أزيد من 3 ملايين متقاعد يستفيدون من زيادات في معاشاتهم تم صبها عبر مراكز البريد، ليشرع المتقاعدون في صرف معاشاتهم بقيمتها الجديدة. أنا حبيك خلصتي؟ وي خلصت. جيري بس يوم بزيادات؟ مازال ما شفتش. وي بزيادة. وي صافي بليزير. بعتوني في التليفون رابل تاعي وكاع، عطوني 2%. ربي ورحمته، أنا معك فهمتني، ربي يبارك فيهم. والله غير نشكر رئيس تاعنا، ما شاء الله رئيس تاعنا تبول، كي زاد لنا وعلى زياده فينا مع الغلا رانا فيه. سمحي لي والله انا مع المصروف غير نكبر في روحي. والله نقعد نشوف واش اليوم هذا 100 ولا 150 خير من والو. نعم 10,000 خير من الزياده فينا. كثروا خيره يعطي الصحه، زاد لنا يرحم والديه. وفي التفاصيل، زيادات معاشات المتقاعدين متباينة حسب هامش الدخل، حيث تعرف المنح الأقل أو المساوية لمبلغ 15,000 دينار زيادة ب10%، فيما تقابل المنح من 15 إلى 20,000 دينار زيادة ب5%. 3% رصدت إلى المنح المتراوحة من 20 إلى 43,000 دينار، فيما عرفت المنح الأكثر من 43,000 دينار زيادة ب2%، يتم صرفها وفق الرزنامة المعمول بها عبر جميع مراكز البريد التي تضمن ليونة العملية بتوفر السيولة. السيولة الحمد لله متوفرة، صب المعاشات راهو متواصل في هذه الأيام،
وإقبال المواطنين راه دائما في دائم. إشادة بالتزام الرئيس في مرافقة المواطن لتحسين حياته المعيشية لمسناها تعكس الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة. في قطاع المالية بشرت السلطات العمومية برنامجا طموحا لإصلاح المنظومة المالية والعمل بنظام مدمج لتسيير الميزانية، كل هذا بإشراف الاتحاد الأوروبي، تقول وهبة هو. يمثل النظام المدمج للتسيير الميزانية والمحاسبة آلية برمجية يستجيب لتسيير فعال للنفقات والتي سترافق تنفيذ الإصلاحات. ويدخل في إطار تطبيق الدستور المالي للدولة، الا وهو القانون العضوي المتعلق بالقوانين المالية 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018. هذا طبعا اليوم أنا في المرحلة الثانية بعد المرحلة الأولى التي خصصت لإعداد الميزانية بعد وضع قوانين والآليات لإعداد الميزانية. ها نحن في تطبيق النفقة العمومية. إن إصلاح حوكمة الميزانية بفرض ترشيد الوسائل والتحكم في وتيرة ومستوى الإنفاق على المشاريع من شأنه تحسين نجاعة النفقة العمومية. يسر الاتحاد الأوروبي تقديم هذا الدعم التقني لنظام المعلومات الذي سيكون حجر الزاوية وسيكون أيضا للتحديث في التسيير المالي بالجزائر من خلال القانون العضوي الذي سينفذ ابتداء من السنة المقبلة. ليبقى النظام المدمج للتسيير الميزانية أنجع آلية في القانون العضوي المتعلق بقانون المالية. في قطاع الفلاحة سطرت السلطات العمومية خارطة طريق بغرض تشجيع الزراعة الاستراتيجية وحث الفلاحين على الانخراط في سياسة إنتاج الحبوب بكل أنواعها، مساع تجسدت خلال موسم الحصاد الحالي بولاية ورقلة، حيث سخرت جميع الإمكانات اللازمة لضمان السير الحسن لهذه العملية، تقول سمية مزوار. مساحات فلاحية شاسعة بمنطقة قسيطويل بورقلة أخذ فلاحوها رهانا نحو إنتاج الحبوب بكل أنواعها. المساحة اللي رانا زارعينها العام هذا 300 هكتار، فيها 240 هكتار قمح صلب و30 هكتار قمح لين اللي رانا فيه و30 هكتار قمح كولزا سلجم الزيتي. يعني استثمرنا 60 هكتار يعني من البليدير، كي جات الالكتريسيتي رانا نروحوا ل 250 هكتار ان شاء الله. اليوم ان شاء الله ما راحش نتوقفوا، راح نزرعوا ثلاث مرات، راح نزرعوا بليدي، راح نزرعوا سيريال، ومن بعد راح نديروا يعني اعلاف اللي في ماي يعني اللي هي كما نقولوا كما السورغو ولا كذا، وراح نديروا ان شاء الله لونسيلاج ولا مايز قرا في اوت. سخرت الجهات المعنية كافة الإمكانيات اللازمة لضمان السير الحسن لعملية الحصاد والدرس. تم تسخير 6 مخازن على مستوى ولاية ورقلة وتوغورت، من بينهم مخزنين خاصين بالجمع وتحويل الحبوب الموجهة كبذور للموسم القادم. وان شاء الله متوقعين ان المساحه تزيد في ولايه ورقلة نظرا للبرنامج الطموح تاع الكهرباء الفلاحيه. راكم شفتوا اليوم معنا تدشين تاع وضع حيز الخدمه تاع الكهرباء الفلاحيه تاع السيد رئيس الجمهوريه اللي تم انجاز لحد الان 33 كيلومتر، وكاين 107 كيلومتر راه قيد الانجاز، اللي ان شاء الله راح تعطي دفع كبير لانتاج زراعه الحبوب في ولايه ورقلة، بحيث اننا سوف نحضر الى عمليه الحرث والبذر في اكتوبر بمساحات جديده. وتوقعاتنا والتخطيط اللي رانا دايرينه هنا على مستوى ولايه ورقله باش ننتقلوا من 3827 الى ما يفوق 5000 هكتار السنه القادمه. انخرط هذا الموسم عديد الفلاحين في زراعه السلجم الزيتي كتجربه اولى لهذا المنتوج الاستراتيجي الذي يفتح افاقا واسعه في الصناعات التحويليه. بغرض تدليل العقبات أمام المستثمرين أفرجت السلطات المحلية بولاية برج بوعريج عما يقارب 20 مشروعا بعد منحهم رخص استغلال استثنائية. روبورتاج في هذه المراسلة لسعيد بلونيس. فرزت الموجة الاستثمارية بولاية برج بوعريج على ثرائها وتنوعها عدة وضعيات عالقة لأسباب تقنية أو إدارية حالت دون تنميتها،
جعلت الدولة الجزائرية تتخذ حزمة من الإجراءات بغية تذليلها ورفع العراقيل عنها. احنا جد مسرورين بالمبادرة تاع رئيس الجمهورية اللي قرر فيها تذليل العقبات أمام المستثمرين ومنحهم رخص الاستقلال، وهذا من أجل أولا خلق الثروة، خلق مناصب الشغل، توسيع مجال الاستثمار، وهذا يمكننا ربما احنا حتى من بروفيزي لو مارشي اكستيريور. الإجراءات هذه أعطت دفعا للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين للتوسعة وزيادة خطوط الإنتاج والتفكير في تنويع الأنشطة وما لذلك من تداعيات اجتماعية على اليد العاملة والاقتصادية لتحقيق القيمة المضافة والصحة المالية وآفاق التصدير للمشاريع. شغل عطاو لنا قوة جديدة، باسكو بدون القرار الاستغلال هذا ما كنا ليميتي، اليوم ماناش ليميتي، غدوة تحب نكبر نزيد في لا برودكسيون نزيد منها، هذا القرار يسمح لي باش نزيد نكبر. قبل ما كناش، كنا ما عندناش تجي تخدم حاجة كل القرار الاستغلال ما عندكش. اليوم الحمد لله الدولة الجزائرية وفرت لنا عطات لنا ليزاريتي هذو، عطاونا ان دوزيام سوف. نوظفوا ان شاء الله 5000 عامل بصفه تدريجيه، لانه المهنه تاعنا تصنيع الاجهزه الكهرومنزليه تحتاج كثير من اليد العامله. 118 رخصه يعني بمجموع اجمالي، بالاضافه الى رفع العراقيل على المستثمرات الفلاحيه من خلال تزويد المستثمرات بالكهرباء والغاز. ايضا تم منح اكثر من 33 رخصه مطابقه و46 رخصه بناء. في انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد ومزايا الشباك الموحد وسبل تمويل المشاريع وترقيتها، تتواصل على دفعات عملية معالجة كل الوضعيات. دوليا، كشفت الحكومة الصينية عن مؤشرات اقتصادية تشي بتراجع معتبر في مؤشري النمو، كما ارتفعت بنسبة البطالة في الصين مسجلة أرقاما قياسية، فيما عزت بكين هذا التراجع في اقتصادها إلى تداعيات جائحة كوفيد-19. إلى مؤشرات أسعار النفط في العالم، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.64% أو ما يعادل 1.80 دولارا لتصل إلى 110 دولارات و40 سنتا للبرميل. وفي الوقت ذاته تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.30% أو ما يعادل 1.51 دولارا ليصل إلى 107 دولار و89 سنتا للبرميل. إلى أسعار المعدن الأصفر، حيث تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1,800.67 دولار للأوقية. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1,797.40 دولار للأوقية. ختاما، إليكم مستجدات أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، فنتابع. ختام الموعد الاقتصادي، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، وعودة إلى الزميل العربي وبقية أخبار الظهيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكر للزميلة صليحة محمدي. مشاهدينا الكرام، فاصل نواصل بعده محطات الظهيرة. استمتعوا بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر، دائما أقرب. We'll be right back.
استمتعتم بهذه الجولة السياحية مع اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. انطلقت اليوم بسطيف فعاليات الطبعة الثانية للأسبوع العلمي والرياضي الوطني بجامعة فرحات عباس، والذي يتناول العديد من المواضيع بينها الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن. وعلى مدار أسبوع كامل المجال مفتوح للمختصين والخبراء من خلال الندوات العلمية والأنشطة والعروض والإنجازات التطبيقية والمسابقات العلمية. لتفصيل أكثر الزميل سعيد بلونيس أجرى الحوار التالي. نعم زملائنا في الاستوديو المركزي، نحن الآن نحضر فعالية افتتاح الأسبوع الثقافي العلمي ثقافي في طبعته الثانية بجامعة فرحات عباس بسطيف. هذه التظاهرة التي ستكون الجامعة فضاء لأسبوع كامل لعدة تظاهرات علمية فنية ثقافية رياضية، ولأول مرة هنا بالجامعة يحضر معي رئيس جامعة فرحات عباس لنطلع أكثر على تفاصيل أوفى تتعلق ببرنامج هاته التظاهرة. شكرا سيدي الكريم، نحن سعداء بوجودكم معنا من أجل تغطية هذه الفعاليات لأسبوع هام، أسبوع كبير، أسبوع حافل إن شاء الله بإنجازات العلم والابتكار والتحدي نتاع الإبداع للمؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية، وكذلك أعمال الطلبة في النوادي العلمية، وفي كذلك لأول مرة لتظاهرات رياضية وثقافية. إذن أنتم كنتم معنا في المدرج لفعاليات الافتتاح. الأسبوع عنده برنامج حافل فيه محاضرات قيمة من أساتذة ليكونوا في الحقيقة مرجع في المحاور الثلاثة اللي هي تمثل اهتمامات نتاع الدولة ونتاع العالم، هي الأمن الطاقوي، الأمن الغذائي، والأمن الصحي، صحة المواطن. إذن هناك من المحاضرات ونقاشات هامة، هناك من معارض، وانتم راكم تشاهدوا معنا فضاءات حافلة إن شاء الله، هناك من نشاطات رياضية في المجمع الرياضي لمدينة سطيف، وهناك فعاليات جد ذات مستوى عالي في من مسابقة أطروحة 180 ثانية، وين الشباب اللي نقشوا تحم على المستوى الوطني اللي سوف يتبارزون من أجل نيل الميداليات. هناك مسابقات من للتعيين ومن أجل دفع التحفيز أحسن إقامة جمعية، وكذلك لأول مرة منذ الاستقلال ترتيب المؤسسات تحت التعليم العالي والبحث العلمي إن شاء الله. كما لا يفوتني أن أذكر بأن هذا الأسبوع اللي هو في الطبعة الثانية رايح يداوم إن شاء الله على تذكير باش نذكروا إخواننا أساتذتنا اللي ضحوا من أجل النهوض بهذا القطاع، منهم اللي التحقوا بالرحمن رحمهم الله، منهم اللي هما في التقاعد، ومنهم اللي هما في قوة الإنتاج إن شاء الله، تتويج في إطار ميداليات الاستحقاق الجامعي إن شاء الله. إذن مرحبا بكم ونشكر كل الفاعلين. احنا منذ الأمس كنا استقبلنا جاءوا حقيقة أكثر من 97% من الناس اللي هم مسجلين في فعاليات هذا الأسبوع. إذن إن شاء الله سوف يعرف صدى كبير ويتحصل ويلحق على الأهداف نتاعو اللي هي الترويج، باش نتأكد ونطمئن باللي عندنا الطاقة الكامنة لرفع التحديات العلمية والابتكارية لمستقبل هذه البلاد إن شاء الله. أستاذ، فيه إذا كان نصف هذا الطبعة على أنها طبعة لأول مرة، وكذلك لأول مرة يتم تصنيف المؤسسات البحثية والجامعية. بارك الله فيك. الطبعة هي في الطبعة الثانية انتحى، لأنه الطبعة الأولى كانت في الجزائر العاصمة السنة الماضية، وكانت مخصصة للرقميات وفي كل الميادين نتاع الحياة. الطبعة هذه راهي في سطيف، وسوف يعلن السيد الوزير معالي الوزير التعليم العالي والبحث العلمي في الاختتام يوم السبت 21
ما إن شاء الله عن الطبعة الثالثة والمحاور نتاعها. طبعا الترتيب نتاع المؤسسات تاع التعليم العالي هي أول مرة تقام هذا التصنيف على مستوى الجزائر. أشكرك بالتوفيق، شكرا لي. كل شكر لك زميلنا سعيد بلونيس ولضيفك السيد والأستاذ رئيس جامعة فرحات عباس بأسطيف. إلى ولاية جانت الفتية للحديث عن برامج السكن هناك ضمن مختلف السياق والتي راعت الطابع المعماري المميز للمنطقة والخاص بمنطقة التاصيلي. من جانت ينضم إلينا الزميل إبراهيم بالخير رفقة مدير السكني هناك السيد بن عمر بن معيسى. شكرا لكم. فعلا أهمية كبيرة تليها السلطات المركزية دائما للولايات العشرة أو الولايات المنتدبة التي ارتقت إلى ولايات بكامل الصلاحيات، برامج هامة وأغلفة مالية معتبرة استفادت منها ولاية جانت في الآونة الأخيرة للنهوض بهذه الولاية الحدودية. للحديث عن قطاع السكن بهذه الولاية وما سطرته السلطات المحلية وكذا المركزية لهذه الولاية من حظيرة سكنية هامة، يحضر معنا مدير السكن بولاية جانت بن معيزة بن عمر. مرحبا بكم. أكيد دائما في إطار تحديات الدولة للتكفل الأمثل بانشغالة سكان المناطق النائية والحدودية بأقصى جنوب الوطن، قطاع السكن له حصة كبيرة دائما في البرامج والأغلفة المالية دائما من أجل إنجاز حظيرة سكنية هامة والولاية دائما في إطار بداياتها. بسم الله الرحمن الرحيم. تجسيدا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية وتنفيذا لتعليمات السيد معالي وزير السكن والعمران لتجسيد البرامج التي أعدت لصالح ولاية الفتية جانات، وكما تعلمون وتقريبا لكي تقرب الإدارة من المواطن، استفادت ولاية جانات ببرنامج سكني معتبر يقدر ب 2317 لسنة 2021-2022 بجميع السياق، منها 1267 بناء ريفي، وهذه الصيغة استفادت بحصة الأسد كما تعلمون أنها هي الصيغة البريفيري، الصيغة من طرف المفضلة من طرف المواطن الجانتي والنمط الصحراوي الذي تعرفه المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك استفادت ولايتنا بتجزئات ريفية وتجزئات اجتماعية، تجزئات اجتماعية بسعة 300 قطعة وتجزئات ريفية بسعة 550 قطعة. وكذلك هناك تجزئة اجتماعية بسعة 200 قطعة هي في إطار الدراسة لكي يتسنى لنا بدورنا بور انجكتي لزاد اوكتروي بار ليطا في هذه التجزئات الاجتماعية لكي يكون نمط سكنات مجمعة عوضا عن المبعثر الذي هو لا يعطي نمط مميز للعمران. أكيد وحرص السلطات دائما المركزية على انطلاقة هذه الولايات، ربما تم تخصيص أكثر من 150 وحدة سكنية لاحتضان المديريات الجديدة وكذلك السكنات الوظيفية للمورد البشري العام. نعم نعم بالطبع، هناك 150 سكن خصص للإدارات للمديريات للمديريات والسكنات الوظيفية، وبالإضافة إلى ذلك هناك مشروع يقدر ب 100 سكن هو في طور الإنجاز خصص للسكن الوظيفي. وهناك كذلك 550 مسكن مخصص للإراشبي السكنات الهشة، هذا كل برنامج نعتبره مميز بالنسبة لسنة 2022، وفي الانتظار إن شاء الله نشوف احتياجات المواطنين فيما يخص قطاع السكن، وإن شاء الله سندونه لكي نطالب به في السنوات القادمة إن شاء الله ابتداء
من 2023 إن شاء الله. ولاحظنا أيضا في السكنات المنجزة ربما حرص مديرية السكن والسلطات المحلية هنا على تهيئة هذه السكنات خاصة التهيئة الخارجية وربطها بمختلف الشبكات. بالطبع احنا السكن لكي يكون المواطن في راحة تامة لازم السكن يعود مربوط بكل الشبكات. سي بور سولا لا فيابيليزاسيون دو تيتر افون دونطامي لي ليست لازم تعود مربوطين بجميع الشبكات المختلفة لكي يكون المواطن في ارتياحة تامة. وفيه تنسيق تام مع لجان الدائرة دائما لتوزيع هذه السكنات وهو المرتقب في القريب العاجل ربما؟ إن شاء الله لا احنا نعطي فيه 286 سكن مبلغة للجان الدائرة وللجان الدائرة هما في على قدم وساق لاستصدار القائمة لكي تكون إن شاء الله في بمناسبة عيد الاستقلال تكون الفرحة تعم المواطنين إن شاء الله ويستفادوا من سكناتهم. هذه في لوجمون سوسيال وكذلك ان شاء الله تكون مقررات الاستفاده من البناء الريفي. هناك عندنا 200 سكن 200 قرار للسكن الريفي ان شاء الله مبرمجه في 5 جويلية و300 قطعه تجزئه اجتماعيه. ربما توفر الاوعيه العقاريه ربما من جهه المنطقه النائيتين وكذلك بلديه برج الحوص اوعيه عقاريه هامه. دائما ربما المواطن ينتظر أن تحتضن هذه الأوعية العقارية مشاريع سكنية هامة في الأفق. إن شاء الله إحنا الحمد لله ما عندناش مشكلة أوعية عقارية لأن بالنسبة لبلدية جانيت عندنا بليزيور بوست سون أون كور ديتيد لكي يتسنى لنا توسيع البلدية من جهة عندنا البوز 17 18 اللي هو لمصالح التعمير في طور الدراسة وإن شاء الله يكون مصادق عليه في أقرب الأجال لكي يتسنى لنا تكون مدينة جديدة في منطقة تاجنتورت إن شاء الله. وبالنسبة لبلدية برج الحواس ما كانش مشكلة على الأوعية العقارية إن شاء الله. نحن بالتنسيق مع مديرية التعمير تهيئ لنا الأوعية لي بوس للمخطط الشغل الأراضي وإحنا بدورنا ننجكتوا فيها البرامج تاعنا إن شاء الله. لذا ما عندناش مشكلة على الأوعية العقارية إن شاء الله. وفي الأفق ربما اقتراحاتكم برامجكم المستقبلية دائما لتوسيع قطاع السكن هنا إن شاء الله. هذا ما نطمح إليه لكي تكون إن شاء الله أن هذه بداية لولاية فتية وإحنا نعمل بعلاقات. كل الشكر لك زميلنا إبراهيم بالخير من جنيت. بهذا مشاهدينا الكرام نأتي معكم إلى ختام هذا العدد من الظهيرة. نلقاكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.